اسمعوا اسمعوا الاخبار الطيبة، يقولك تكفل ب30 اسرة الى محافظة ظفار، يشيل التكاليف كامل لمدة اسبوع. بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك، والله يكثر من امثالك. تخيلوا 20 رجل اعمال يعملوا نفسه. والله جلست اتابع الحسابات اللي منزلة هالخبر، الناس اللي تقول جزا الله خير وفي ميزان حسناته، والله يعطيه الصحة العافية، والله يبارك له في رزقه وفي اولاده. يا سلام لما يكون العمل الطيب مو شرط يكون للخريف. تسمع عن إنسان عنده فواتير، عنده دين، راشم بيت، ترميم بيت. صدقوني لو الناس رجال الأعمال تكاتفوا مثل هذولا، راح تغلق الجمعيات الخيرية والفرق الخيرية. ما خلاص ما بيصير حد محتاج، فما حد يكبر إنه اليوم نقولكم طلعوا من أموالكم. بس صدقوني حلوة مثل هالمبادرات. يا حالات الحياة لما تحصل ناس تدعيلك بالخير. أخواننا التجار اللي عندكم وظائف، شغلوا أولادكم هذولا، شغلوهم عندكم فازين. عسى إن شاء الله بإذن الله تعالى نسمع أخبار غيرها مرة ثانية، أخبار غيرها. ويستاهلوا أخواننا اللي ما قادرين يوصل، يستاهلوا. واللي عليه دين يستاهل، واللي يريد وظيفة يستاهل، وكلنا مكملين بعض. في النهاية صدقوني خير حالكم، ويا رب تزيد المبادرات.